اخوان، صباح الخير عليكم. بريباري اللعيبة ديالي جمعتهم كيف العادة، كتسيما واحد 330 كيلومتر. هاد المدينة شداتنا، كنت باغي نبريباري باش نمشي للصويرة وأكادير، ولكن مراكش شدات لي الوقت. حنا غادي نشدو الطريق ونودعو هاد الرياضة اللي تعرفنا فيها على بزاف ديال الناس الزوينين، الناس اللي مقابلين وحتى هما الله يعمرها دار بزاف. كنصحكم انكم تجيو ليه، سميتو رياض ليلى روج. المهم دابا غنتواضع مع الحسين السيد اللي خدام هنايا، وغادي نتوكل على الله وغادي نشد الطريق. حسين استغفر الله، واش دير؟ المهم راه نصحته وقلت ليهم اللي بغى يجي راه وريتو التسميه ديال ليلى روج. ليلى روج اللي جا لا ما نهضر انا السوال، ماشي غير من ليلى روج اللي بغى شي حاجه. انا في مراكش اي حاجه انا هنا. من بين الحوايج اللي شدوني نريح في مراكش، مش زعما غير مراكش اللي عجبتني، مراكش هي عجبتني، ولكن حتى التعامل ديال الناس والناس اللي تلاقيت هنايا والحسين ومصطفى اللي معاه الله يعمرها دار كاملين. صراحه من الاسباب اللي خلاوني نطول، كنت باغي نمشي للصويره كي قلت لكم والاكادير، صافي ماشي مشكل، مره اخرى نمشيو. المهم ان شاء الله تنتلاقاو في الطريق. اخوان درت واحد الوقيفه هنايا تنقاد فيها السيكان، لحقاش في الصباح زربت عليهم ما قديتهمش مزيان. دابا انا غادي في اتجاه بن قرير، بقات لي شي 20 كيلومتر تقريبا. واحد الحاجه اللي عجبتني الحمد لله، دابا 10 و4، المهم باقي الحال شي شويه. المهم الطريق كانت مبرده من مراكش حتى فت سيدي بوعثمان، ودابا انا غادي في اتجاه بن قرير. خفت لي يكون الصاد في هذه الوقيته هذه، ولكن لا، دابا القضيه فهمتي شويه هي هذيك ناضيه، ما كاينش داك الصاد اللي على بالكم. كاينش داك الصاد اللي على بالكم، ومهم انا غنحاول بروفيتي في هذا الوقت هذا اللي ما نوقفش بزاف. هذه الوقفه الاولى ديالي. مرحبا بسلام شوبا، باش ما يحكمنيش الصاد. شو واحد الجامع تبارك الله، قداش حتى الديكور ديالو زويون. احنا دابا دخلنا لبن قرير. الكاسك هذا وغادي نرجع ليه الجاجه ديالو، اللي حطيتها كاع نرجع ليه الجاجه ديالو وغادي نخدمها هي، غنبقى ننزلها، ولكن تيخصني نحيد هذه ديال الجو برو. سبعي ما عرفتش انا الدم، ما عرفتش كاع منين جا، شبو نتاف الحراره بدات تطلع، ولكن ملي كنكون غادي بموتور ما كنحس بوالو. ما كنعرفش اين فيتاس غادي بها فهاد الجو برو هادي، كلات معايا العصا. الله باغي نوصل لشي بلاصه فيها شي حانوت باش ناخذ شي قرعه ديال الماء. حسيت بشويه ديال العطش، وبالنسبه لليسانس، ليسانس باقي عندي ماشي مشكل. ليسانس هما يلا وقيلا طاحوا غير جوج شرطات هما اللي طايحين. احنا فين دابا؟ نشدو الطريق على بركة الله. هاتي ملي تنحبس الموتور سير شوف شي بلايص لي تيكونو ساقلين، كنحس بودني غتسمك، ماشي غتسمك، كنحس بها تسمكت.
اي جبني واحد من يدر هنايا. هاد الواد ما دارينش السميه ديالو، ما عرفتش شنو السميه ديالو، انا ندخل الماب انا نكتبها لكم هنا. الدراري تيعوموا سبحان الله، فيما شي كل ما تتكون الحياه. شوف الخضريات اخوان، هذا الواد هذا اللي قلت لكم نقلب لكم على السميه ديالو، سميتو واد ام الربيع. واد ام الربيع شكون اللي ما كيعرفوش؟ واش كاين شي مغربي ما تيعرفش واد ام الربيع؟ دخلنا عليكم بالله. ديما تنسى البيكي نازل. البومبا هادي اللي مورايا هي قال لك ما كاينش ليسانس، وانا بقاو ليا جوج شرطات. اخيرا لقينا خدينا لنا جوج قرعات، واخا ما كانش عليا ناخذ جوج، بديت عجبني موت باش نحلي قرعي، كان عليا ناخذ وحده تنعاود باش كيفاش ما كيسخن. حلي باش تولي ونوضع علينا الدراس. دابا خصنا شي ستاسيون ديال ليسانس، خايفين نتحنسر حمسر في ليسانس اللي هي طامة كبيرة. ما بعيدش على الحانوت بشي 300، هي واحد بومبا ديال افريقيا. دالي انني باقي كنبدا باركو فيما كنت حمسر كنلقى افريقيا. هذه المرة الثانية تحنسرت في ليسانس ما خدامته وحدنا ولا كيفاش. هذه المره الثانيه تيطرا لي هذا البلان، هذا تخوت تجي تكفح هنايا خير خير مشتت اخاي. مشيو لولاد سعيد ولا مشيو لسلا؟ ولاد سعيد راه 15 كيلومتر. المهم حنا عمرنا ليسانس عاوتاني، هاهما من بين الاسباب ديال الراحه النفسيه عندي هاد البلاصه تكون عامره، ليسانس يكون بلان ما كنبقاش هازلان. كاين عفاط عزي عفاط، كاين دوبل في الخط متصل. اليوم والله تا ربي دار جوي ديال السلام، والجو مبرد قيلو معايا الثمرات اللي ما بين مراكش وسطات والعافية. الحمد لله.
حنا في المدينه ديال سطات. الله يخلف على جوجل ماب، بقى لي رومبا وحده باش نرجع للطريق ديالي. هاد البطاطا هادو كيشعلوا بالطاقه الريحيه وبالطاقه الشمسيه في نفس الوقت، فيها الفرفاره وفيها لي بلاك سولير. الا ما كانش الشمس يكون الريح، ولا ما كانش الريح تكون الشمس. ولا شاعله شاعله ولا خصها تشعل. واحد الموسم واحد اخر هنايا ديال تبوريده تا هو. دابا انا في الدخله ديال برشيد وحبست الموطور يبرد واحد شويه لحقاش راه خبط بزاف، باش انا نرتاح شي شويه في الظليله هذه وديك الساعه نكملوا الطريق ناكل شي حاجه. الماء هو كاين، ليسانس كاين، تنقول امتى نوصل للدار وحق الله عيد. والحراره بدات كتطلع، ماشي بحال قبيله، ما حدك تمشي لجهه برشيد وهذا ما حدك تقرب لبرشيد والحراره كتزيد تطلع. انا دابا في هذه المنطقه هذه سميتها ولاد بريك. الناس معرسه اخي. مرحبا بكم في برشيد. بعد ما دخلنا برشيد غندوزو على مديونه، ما غندخلوش على بوسكوره، ما بغيتش نقرب جهه كازا بزاف. غنشدو الطريق ديال الرباط، راه هي خصنا نمشيو على اليمن. حنا مقادين مع المحمدية، المحمدية بقات لهاد الجهة. حنا غاديين على برا المحمدية وغندوزو على ولاد حريز، موراها بوزنيقة وسخيرات تمارة ويا غادا. المهم بقات لي واحد 93 كيلومتر، عييت واحد شوية ولكن عفات شوية باش نوصل دغيا، نوصل بكري ان شاء الله للدار. الرباط بقات لنا 58 تقريبا، قلت لكم الرباط بقات لنا شي 58 كيلومتر تقريبا، كلشي كيبشر بالخير، دونك قربنا نوصلو ان شاء الله. الخوت بقات لي 10 كيلومتر على بوزنيقه، ما نكذبش عليكم الكرسي عييت، كتعرفوا ديك طبت هي طبت. 10 كيلومتر على بوزنيقه، مور بوزنيقه كي قلت لكم السخيرات، مور السخيرات تمارا عندكم راكم عارفين الرباط، الرباط ان شاء الله. وهاد الطريق زوينه تبارك الله مسرحه، اول جيت معاها ناضيه ما فيهاش صوبه مزيان. انا هو راه حسيت براسي خصني نرتاح وانا نوقف هنا. فقط شو قبيله ملي قلت لكم ما كانش عيان شري جوج قرعات، وحده غتسخن. اخباركم ديك اللي عامره طاحت ليا وبقات هادي، كنبقى فيها واحد الشيء ونكملها وانا نشربها، ما بغيتش نلوح. هذاك الشيء اش درت انا؟ وقع على الرباط شي 50، نقول شي 52 بحال هكاك، وما بين رباط اصلا راه ما كاين والو. هاد القنطرة هادي كنت كنشوفها صراحة، ولكن عمري ما دزت منها، مانعين على الحافلات ولا الشاحنات اللي كيكوفو شي 3 طون. واقيلا كيصايب واحد القنطرة اخرى هنايا، غيولي دوز مني كلشي يمكن. هادي هادا تنظن واقيلا الواد شراط، ها هو حتى هو ناشف، ها هو الدباب.
نكمل الطريق ان شاء الله. ما بقاش ليه بزاف بزاف فيه فيه كنساوي. اسمع الحديد اسمع الحديد. دار خصني نوصل ليها واحد القطرة كتشبه الاخرى اللي تبداها خوت. عاوتاني بقات لي شرطة ديال ليسونس ولكن هاد المرة ما غاديش نعمر. هذا تتسالي ديك الشرطة ما عرفتش واش توصلني ولا لا. انا ما غنمشيش للبومب حتى كليونت هذاك السامبول ديال ليسانس. حنا دابا في الديره ديال تبارا اتجاه ديال الرباط مبقاش لينا بزاف. ضربنا 300 كيلومتر و 30 330 كيلومتر من مراكش مدينة سلا باقي حنا باقيين في الرباط. دابا ما ساهلاش صراحة ديرها في نهار واحد ولكن درناها. عشوا معايا التجربة هذا إنجاز عظيم. هو البرج ديال محمد السادس. هنا كنكون وصلنا لمدينة سلا. كنبغي نقول لكم شكرا على المشاهدة الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. الى اللقاء.